السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس. احنا اليوم راح نتواجد بحمله ربيع بغداد بدعوه وباشراف رئيس الجمهوريه عبد اللطيف رشيد. فبالتالي حلو اليوم انه نشوف الزرع اللي موجود هنا، حمله ربيع بغداد من اجل بغداد جميلة تكون بزهورها وبخضارها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك عزيزي؟ كنت بارك اليوم مدير بلدية الرشيد. خلينا نتعرف على حملة ربيع بغداد، من شو وقت انطلقت هاي الحملة وشنو فعالياتكم بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تزامنا مع حلول الموسم الربيعي على بلدنا العزيز، باشرت دوائر أمانة بغداد كافة بإطلاق الموسم الربيعي والحملة الربيعية لزراعة الموسميات والأشجار والشجيرات على عموم المسطحات الخضراء في العاصمة. بصراحة اليوم كان موعدنا في شارع قطر الندى الجزرة الوسطية تزامنا مع أعياد الربيع وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية. تمت المباشرة بزراعة شارع قطر الندى. طبعا هيئنا اكثر من 10,000 نبته موسميه واكثر من 500 شجيره لزراعه هذا الشارع، كونه احد الشوارع الحيويه للدخول. هاي كل الاعداد فقط على هذا الشارع؟ نعم 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 نعم. هذا جميع هاي النباتات هو من انتاج المشتل المركزي، يعني جهود ذاتيه انتاج هذا انتاج عراقي باستلام ممتاز. هذا من دائره المشاتل المتنزهات. الأشجار والشجيرات والنباتات الجعفري هو من إنتاج مشتل دار البلدية. ممتاز. زين، الحملات اللي سبقتها شنو كان نوعها؟ نعم، إحنا ندخل. إحنا خلينا ندخل بدوركم هسه، اليوم مو فقط نتحدث على هذا النشاط. نعم. بقدر ما نتحدث إنه عن نعم. حملات بلدية. نعم، حملات البلدية تشمل عدة جوانب. نجي إحنا الشيء المهم هو ضمن القاطع هو حملات النظافة ورفع كافة المشوهات والكتل الكونكريتية من عموم الشوارع. هاي حملة النظافة، وبعدها حملة صيانة الطرق وإكساء الحفر حفر والشوارع وتصليح الجوينات. الحملة الثالثة هي حملة الزراعة اللي بدنا نشوف، يعني ثلاث حملات تنطلق باليوم الواحد على عموم الدائرة البلدية، وذلك لإظهار المدينة بالمشهد الحضري اللائق لخدمة مواطنين الكرام. طيب هاي ضمن خططكم السنوية أو الشهرية؟ لا خططنا شهريا. احنا عندنا خطة كل شهر أعمال زراعة وأعمال طرق وأعمال نظافة. نعم. خطة شهرية وخطة يومية يتم بها القيام لتقديم الخدمات. إضافة أكو خدمات أخرى تيجي بالموسم الشتوي، خدمات موضوع تنظيف المشبكات الأمطار وتنظيف خطوط المجاري، تصليح صيانة كسورات الماء الموجودة، خدمات على مدار الساعة وهواتف شكاوي دارة بلدية الرشيد وموقعها الإلكتروني موجود، إضافة إلى إطلاق تطبيق المواطن بإمكان أي مواطن على الهاتف النقال التقاط الشكوى وإرسالها إلى أمانة بغداد ليتم استلامها ومعالجتها وإجابة المواطن بهذا الإنجاز. طيب اليوم داردنا نتحدث عن حملات ربيع بغداد، راح تكون فقط بالأماكن العامة الشوارع الرئيسية، لو ممكن تدخل للأزقة. بالأزقة احنا عندنا بالمناطق السكنية. نعم. عندنا حدائق متنفس بالأوطان. نعم نعم، الحدائق أيضا مشمولة. احنا حاليا هنالك تقريبا 12 حديقة قيد الإنشاء والتأهيل، حديقتين في منطقة السيدية، حديقتين في منطقة الإعلام، حديقتين في منطقة الرسالة، في منطقة الجهاد، في منطقة الفرات. هناك العديد من الحدائق ضمن قاطع بلدية الرشيد في موسم الربيع تعيد إليها الحيوية والنشاط وترميم النباتات وزراعة الموسميات ولإظهارها بالمظهر اللائق لتكون متنفس لمواطننا الكريم. طيب لربما سائل يسأل. نعم. من المشاهدين، ليش فخامة رئيس الجمهورية اختار هذا المكان؟ يعني انتوا علمتوا هذا المكان اللي هو رادار؟ لا بصراحه احنا عمليه الزراعه مستمره. نعم. فوجئنا بمكتب دوله رئيس الجمهوريه ومكتب مستشاري المستبراسيم، يعني طبقوا يوم امس واختاروا رادوا يشاركونا في عمليه الزراعه، واحنا كنا
مسرورين جدا باختيار بلدية الرشيد من دون عموم بغداد لعملية الزراعة، وهذا فشرف تناله بلدية الرشيد بحضور فخامة رئيس الجمهورية لأول مرة يشارك المواطنين. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر، هذا بفخر الرعاية الكريمة للسيد أمين بغداد ودعمه المتواصل إلى بلدية الرشيد وكافة البلديات لإظهار بغداد برونقها الجميل. أنا بسؤال أخير حتى أختم وياك الحديث، أنه بخطط عملكم السنوية أو خطط العمل اللي مدى على المدى القريب الشهرية مثل ما نقول، أنه هل ميزانية الأموال بالنسبة بخصوص بلديتكم كافية لتغطية أنه هاي المناطق لو تحتاجون دعم؟ احنا بالوقت الحاضر بصراحة العمل محدد بسبب عدم اقرار الموازنة، العمل حاليا يتم بخطة الطوارئ الواحد على 12. طبعا نأمل، الخدمات هي الخدمات مفتوحة على مدار الساعة، كل ما تقدم خدمات بحاجة القاطع وبغداد الى هناك تراكمات من السنوات السابقة، هناك تراكمات بالظروف اللي مرت عليها العاصمة والبلد، يتطلب إعادة نقطة انقلاب رئيسية بأعمال الخدمات والعناية بالبنى التحتية، كون أغلب البنى التحتية هي متقادمة الزمان عليها وتحتاج إلى توسعة وإلى إضافات أخرى بسبب النمو السكاني وازدياد الرقعة الجغرافية اللي يشغلها المواطن. يعني ميزانيتكم كافية أموالكم؟ بالوقت الحاضر احنا بدنا نشتغل قلت لك بخطة الطوارئ حسب منشور وزارة المالية الواحد على 12. نسعى إن شاء الله عند إقرار الموازنة، هنالك خطة وموازنة طلبتها الدائرة بلدية أمانة بغداد، أعتقد تم المصادقة عليها في طور الإقرار إن شاء الله ليتم العمل عليها. شكرا جزيلا أستاذ، أتمنى لكم كل التوفيق. أهلا وسهلا، شرفتونا. أهلا وسهلا متابعي الكرام، بالتالي من الجميل أنه نشوف هيش نشاطات تكون في بلدية الرشيد أو باقي البلديات اللي موجودة والمعنية في بغداد، أنه تكون هيش حملات زرع، حملات تشجير، لأن هذا الموضوع يعني خصوصا أنه بغداد بالفترة الأخيرة وبالآونة الأخيرة لربما نوعا ما ظهرت التصحر وما شابه ذلك، لأن أغلب المساحات لربما شغلتها الناس كسكن والدوائر الحكومية والجامعات الأهلية أو المدارس الأهلية، فهذا الموضوع يعني احنا نشد على أيدي وزارة الزراعة وبلدية الرشيد أو بلدية بغداد بشكل عام أو محافظة بغداد وكل المؤسسات المعنية، يعني هذا الموضوع مهم جدا خصوصا بالوقت الحالي. متواصلين وياكم، خليك. قوام الله يا أبو. أهلا وسهلا، شلون أخبارك؟ والله الحمد لله زين. حلو اليوم رئيس الجمهورية راح يجي يشوف شغلكم ويشوف عملكم وهذا الزرع. والله هذا الشرف لقسم الزراعة والبلدية، بلدية الرشيد يعني شرفنا يعني بزيارته هنا. زين. إيه. من شو وقت أنتم موجودين هنا؟ والله اليوم نحن ما قبل الموعد. نحن مثل اليوم متواجدين من الساعة 6 الصبح. زين. لتنظيف هذا الشارع لضيافته. والزراعة. والزراعة. إيه. بس اليوم كم مرد زرعته؟ والله اليوم تقريبا احنا مو ما نحسب النوبات، العبون بالعربان بال 2000 هيك الوزن. لا لا 2000 2500 هيك شيء، مو من شتلات هوايه. شنو النوع مالها؟ بتكيا وجعفري زين وقديفه يسمونه. اي تشرح لنا عليها شوي شنو يعني؟ ناخذك بجوله. هذا يعني هذا دائم، هذا فتره طويله وينتهي. هذا هذا قد وينتهي؟ يعني مثلا يجي الحر القوي القاسي يموت. يموت يعني هذا بالصيف؟ اي ما يطول. اي عمره مثل القلب. شلون القلب؟ وهذا الاصفر؟ هذا الاصفر يعني موسمي. هذا الاصفر موسمي يعني على طول السنه. هذا الاصفر موسمي؟ اي موسمي يعني. هذا يبقى على مدار السنه؟ مدار السنه. ويحتاج لدامه مثلا المي؟ المي هو اهم شيء. ما يكبر الدن؟ لا هو على هاي حتى يذبل ونعيده. يبقى على حجمه؟ اي حتى لو يقع بذور مالته يخضر. زين نوعيه الاسمده البذور زينه اليوم بالزراعه؟ والله هي زينه لما الاسمده ما يخضر. اي مستورد لو محل؟ لا والله هو لا محلي، يمكن كله محلي. نوعيته زينه يعني؟ نعم نوعيه جيده ومحترمه. احنا بالتالي هي بتكتب يسمونها هيك.
هي وزارة الزراعة اليوم داعمه. نحن مو وزارة، على أمانة بغداد نحن. أدري قصد داعمه وزارة الزراعة. إيه داعمين داعمين الأسبدة من كل شيء، تراب زميت هاي كل شيء. الأمانة بغداد. أنت زارع ببيتك لو لا هدي؟ والله أنا ما قاعد أجار يعني زارع البرتقالات، أنا أحب البرتقال هاي ما أنا حصل من أهل دياله. من أهل دياله؟ إيه. أنت البرتقال يمك؟ إيه. أقول وشك برتقالي. أشكو عيالي. يعني ما زارع بالبيت. لا والله مو يومي قاعد ببيت، قاعد أجار والله. ما تقدر. أي. بدك تزرع. بدأ أحب الزرع. هاي مشكلة. إيه بيوت الضنكة حتى ما إلا ما بيها ورد ما أبدأ. هاي مشكلة البيوت صغيرة. إيه ما مشكلة. إيه يعني مو قول اشتري. يا دوب تشيل العيش. إيه ها رحم الله لك. إيه. يا عمي. زين عندك من هاي ولا؟ لا ما زرع. النائب اليوم أردنا نتحدث عن هاي المبادرة برعاية فخامة رئيس الجمهورية ومن ربيع بغداد. شنو تعني المرحلة؟ طبعا حقيقة هذه المبادرة ملفتة من قبل فخامة رئيس الجمهورية وخروجه عن المألوف من قبل رئاسات الجمهورية المتعاقبة، نزل إلى الشارع وبدأ يزرع شتلات وفي في في ارسال رساله لمواطنين المحافظه ومواطني العاصمه انه حاضرا معهم مستشعرا للمشاكل التي تواجه المحافظه. هذا اولا. ثانيا، عانت بغداد طيله تقريبا السنوات الفائته في هذه الفترات من الاتربه والغبار، موضوع التصحر بسبب ضعف الحزام الاخضر، والتصحر واضح في بغداد في العراق عموما. لذلك تنصب هذه المبادره ضمن مبادرات الحرص وتحمل المسؤولية. بدورنا نحن أعلننا عن تبرعنا بألف شتلة تزرع في أنحاء بغداد إن شاء الله. يعني ألف شتلة من أنحاء بغداد، مو المديرية الرشيد قصدك؟ لا قطعا أنحاء بغداد واحتمال بمناطقنا لأن أقرب. زين هسه احنا فخامة شفنا دورة، أنتوا بالمرحلة المقبلة غير الألف شتلة شو عندكم بعد؟ في هذا الموضوع هناك تشريعات في هذا الموضوع. ومن منطلق مسؤوليتنا كنواب في مجلس النواب العراقي هناك سعي لتشريع قوانين تحفظ البيئة وتدفع الحكومة باتجاه إنشاء أحزمة خضراء، وهذا ينسجم مع المنهاج الحكومي الذي طرحته الحكومة في بداية تشكيلها إن شاء الله. يعني حكومة إنجازات بالمرحلة المقبلة على صعيد هذه الإنجازات. زين وأنا استثمر في السؤال بموضوع خصوص القطع، بما أنه الموضوع بيربط الدور السكنية الزراعية، وين وصل موضوعها باعتبار مجلس النواب وانت جنابك موجود هناك؟ صدر توجيهات مجلس النواب بموضوع تحويلها الى اراضي سكنية، وهذا بانتظار تعليمات يعني الان امانة بغداد اللي هو الامين يمكن ممكن تسيره اكثر، وكذلك محافظ بغداد باعتبارهم الجهات القائمة على المستوى الاجرائي، بانتظار تعليمات في موضوع هذه القرارات والقوانين لأجل تسهيلها وتحويلها إلى وتطبيقها على أرض الواقع. شكلت أكثر من لجنة بهذا الموضوع الآن باتجاه الاتفاق على تعليمات معينة والسير لأجل تطويبها وتمليكها لساكنها. يعني القضية بمجلس النواب حلت يعني بشكل كامل؟ هو كان طبعا محلولة، وكذلك حتى من مجلس الوزراء حسب علمي، لأنه حول هذا القرار إلى الجهات التنفيذية إلى الأمانة والمحافظة. We'll be right back.
أملنا على أساس هاي تخدم صحة المواطنين في الوقت الحاضر وحتى في الأجيال القادمة. وأشكركم وأملي على أساس كل مواطن يقوم بواجبه من أجل تشجير وتحسين الوضع البيئي. إذن مثل ما شفتوا فخامة رئيس الجمهورية ترك كل انشغالاته وكل أعماله وقام بزرع هذه الشتلة من أجل دعم حملة ربيع بغداد. لكن رسالة بسيطة، يعني أنا أتمنى أنه من كل مسؤولين اللي موجودين بالعراق، إحنا دائما نقول العراق آمن، بغداد آمنة، ما نشوف مظهر كثرة الحمايات وأعدادهم. اليوم أغلب لسيما أغلب الزملاء اللي موجودين هنا اللي حرصوا على الحضور من أجل تغطية هذه المبادرة، لكن ما أخذوا وقتهم من أجل أخذ التصريح من رئيس الجمهورية باعتبار أنه بعض الحماية اللي موجودين والمسؤولين هنا يعني ضيقوا الوصول لفخامة رئيس الجمهورية. فبالتالي أنه هذه الرسالة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، على اعتبار أنه اليوم كإعلاميين كمؤسسات إعلامية جايين لدعم هذه الحملة وبأخذ تصريح من رئيس الجمهورية. فنتمنى أنه الرسالة تكون واضحة وتوصل إن شاء الله لكم للمسؤولين ويقللون شوية من الحماية، وربما يعني منظر السلاح أعتقد ما له داعي بالوقت الحالي، خصوصا إحنا بسنة 2020. يعني العراق أو بغداد الحمد لله والشكر أنه وصلنا صوتها وصلنا رسالتنا بأنه بغداد والعراق آمن. فبما أنه إحنا نقول العراق آمن وجاي نبعث بهاي الرسائل للبلدان الأخرى، يعني علينا أنه نلتزم بهذا الموضوع حتى تكون الرسالة توصل وبشكل جميل. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العام. إلى اللقاء.